أصبحت منذ أيام قليلة من طرف جريدة الصباح عن رجل الذي يأتي زوجته بعد موتها، ففوجئت حقيقة بهذا السؤال وسألت حينئذ الصحابة. على كل حال أنا لا أملك حق التحريم، فالفتوى لا تصنع حسب الرغبة وحسب الهوى، ولكنها حكم الله عز وجل. لهذا لا حق لي أن أحرم هذا الفعل. الدليل الذي استندت إليه في هذه الواقعة وهو أن موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها. موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها، فتبقى زوجته بعد الموت يعني في الآخرة كما كانت زوجته في الحياة الدنيا. إذن فهذا يعني واضح وصريح في أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بالموت، بموت المرأة، فتبقى المرأة زوجة لزوجها. إذا كانت المرأة زوجة فالزوج له حق أن يمارس ما شاء معها.